بركات لهم اكثر من اجابات. ماذا بك متخذ مع الكوميونيكاسيون تاعكم في وقت عملوا على الاعلام بنفسجي عملوا لنا انتوما دي كانوا اخرين تحكيوا مع الشعب. اسكو عملتوا واش تقييم للميدان التعليم العالي وشنو هو لي بريوريتي نتاعكم في الخدمه ان شاء الله؟ حبوا نعرف. في المناطق الداخلية ما حتى واحد كيف ما كيزي اللي ناجحاوي داكور؟ دونك المناطق الداخلية عانت كثير، دونك الفرصة باش يوصلوا للجامعة لأنه فقير ما ينجمش يوصل للجامعة، وإذا يمشي للجامعة يلزم يمشي للعاصمة ولا يمشي للمناطق الساحلية. دونك الناس هذوما كيفاش وزارة التعليم باش تضغط على وزارة التعليم الابتدائي والثانوي باش يعاونوا الناس الفقراء في جندوبة في سليانة في الكاف في القصري. ثاني حاجة نحب جامع الزيتونة، جامعة عريقة عندها 1000 سنة، وملي كسرناها من حوالي 60 سنة في فرنسا كانت تخدم خير. دونك العلماء اللي هما في الفقه ما عادوش موجودين، دونك السوسيتي فقدت جانب من جوانبها اللي هو ناس في الفقه. وش طلع علينا بعد؟ طلع نسموه بالسلفية، ناس عندهم فكر جاي من الوهابية وعندهم أفكار ما تمشيش مع البلاد. دونك لا جامع الزيتونة تحب ترجع ليه أول جامعة في العالم. تعليم وطني، تعليم وطني ومجاني. أجدادنا ماتوا في عهد فرنسا باش التعليم يكون مجاني. دونك اللي ياخذوا الفلوس من فرنسا ومن قطر ومن الوحد يعني مش يردوهولنا شوية. كيفاش باش نحافظوا على استقلاليتنا بالفلوس هذه جاية من برا؟ نتذكر كنت معلمة، كانت الفلوس تجي من كندا، تجي من كيبيك، لكن يفرضوا علينا كيفاش نخرجوا ولادنا، وفي الآخر نعلموا ناس ونخرجوهم فرنسا وفرنسا هي تستغلهم. هذه حاجة أخرى. كيفاش وزارة التعليم العالي محضرة نفسها للفروم سوسيال اللي اسمه مشرق مغرب في شهر جويلية؟ عندي بشر. سليم فتحان تاع المؤتمر في الجمهورية، أول حاجة كمناظر الساعة 9، نشكركم معرفتك. سؤالي الثاني هو باش نرجع لك الشيخ الفيا سيدي. السؤال الأول ما سمعتوش. السؤال الأول، نسيت السؤال الأول، نرجع لك الشيخ الفيا، خاطر احنا كحزب مؤتمر من لأجل الجمهورية في كندا. بيش ما جاوبتش عليه جاي، أنا باش نقول لك عندنا أون بارتي دو لا بوبيلاسيون على إيلو مدام بوكنبرغ، دونك من حقنا احنا نايبة الشعب بتاعنا واللي تمثل اون بارتي دو ليكتورا كان سوا او كورون معناتها دو فوتر فيزيت بارمي نو ايسي. او موان نحضروا كمجتمع مدني وكاحزاب نحضروا احنا، وهذا معقول تجاوبنا عليه جيت لهنا. ثاني حاجة اتصلنا بالبعثة الدبلوماسية التونسية هوني في كندا، عندنا جمعتين وطلبنا لهم هل سيد الوزير بتاع التعليم العالي جاي في كندا ولا ما عندهمش ريبونس. سي مولتي نجم يعرف الشيء هذا يا دوغلي. إذا كان هو ما عندهمش ريبونس وزير جاي، وزارة الخارجية في تونس ثبتنا معاهم اترافير كيلكان دو سي بي ار كيف كيف، معناتها إلى 48 ساعة و إيزافي أون نوت دو فوتر فيزيت، احنا مش نطالبوك باش تقول لنا علاش موجود أنت هوني مرحبا بيك ما بين ولاد بلادك، لكن سي امبورتون أوسي كو سوا المجتمع المدني اللي هو قاعد يتحد برشا في كندا وعطى برشا تونس وكأحزاب ومناضلين هوني اللي يساندوك حتى معنويا في سنوات العصيبة بتاعك يكون هو كومون دو فوتر فيزيت بور كون بريبار او موان كومون كومونيكي افيك فو ونعطيكم افكار واضحة كو سوا او نيفو دو لا كوبيراسيون ميم في ليدوكاسيون ولا غير ولا في مواضيع اخرى. معناتها احنا كنايبة بتاعنا في الشعب ما في بالهاش سيد الوزير. فوالا ميرسي. رجاء يسمحوا لنا جماعة مش عندنا 12 سفينة خلينا نجاوب على الأسئلة هذه. مجال الأعمال هل هو توجه هو الخاص التعليم؟ مجال الأعمال حطينا مع الفرشو يستقروا في بلادهم باش يستقروا بلادهم ما مش على التعليم ولا حاجة. مش على هذا. تقييم التعليم العالي نحن صحيح عملناها لإصلاح التعليم هي كبيرة هذه عملناها أول عمل تعمله هي تقييم اي ان دياغنوستيك وين موجود الضغط اين موجود اين يوجد الخلل وين يوجد الضعف وين يوجد الرقوع نتاع باش بعدين في الاصلاح اللي هو حاجه نقاط قويه زيدها كل هي نقاط ضعيفه نجم نحاولها. وبالتالي التقييم الان هو من دور الهيئه العليا لاصلاح التعليم العالي المناطق الداخليه والجامعات. صحيح المناطق الداخليه
ما فيها جامعات، وحتى فيها جامعات ما يمشي لها كان على المرض. لا معناها ما نجمش نقول هم كلهم مخيرين وزملائنا، لكن كان جاي في ترتيب الاول والثاني والثالث هاك يمشي كاشي للخط الساحلي، واذا كان جاي في ترتيب مؤخر يولي مضطر يمشي قري غادي، وبعد عام ولا دوب ما يوصل يعمل اوراق نطلب النقل ويجيب لك معناها الف علة وبنت العلة. راني مريض، راهو بابا شنو، راهي امي، راهي كذا، راهو كذا، راهو كذا. من فضلك سيد وزير حاول عملنا قرار ما يتحول الا ما يخدم على الاقل 4 سنوات في المكان هذاك. برافو برافو. لحظة، عملنا حالات خاصة، بنت معناها تسمت في قفصة، ولكنها مسكينة معاقة، ما تمشي تمرض مردان، تمشي وتعمل في ريدوكاسيون في تونس، هذيك حولناها لأن أسباب معناها قاهرة. بالنسبة للجهات، هذه جهات ناقصة برشا، والمدة الأخيرة نكتوا شوية، عملنا جلسة في وزارة التنمية الجهوية، وجاءوا مجموعة من كل الجهات الداخلية باش طلبات نتاعهم. جاءوا 3 أسادة جامعين من سيدي بوزيد، جاء معاهم واحد من حماية الثورة من سيدي بوزيد، وجماعهم قاعدين يتناقشوا، طلبوا الأسادة، قالوا نحب نعملوا مدرسة مهندسين وكلية علوم في سيدي بوزيد. قام السيد هذاك تاع الطلبة قال كلية طب ومدرسة مهندسين وكلية علوم وكلية طب في سيدي بوزيد. تو حبوها في سنة جامعية 2012 2013. قاموا الجماعة قالوا لا عاد ياسر هكاك وما يصيرش، ما نستناوه. وصلت من جيب نتاعو دبوز الكول وقدر قال انا مش هكاك. تو تقرروا تسليم الرياح هذه تو اي كاجينا كروه كبتوا فاقت معناها ديما محقور ديما محقورش الحقره هذه شنو النهار كي مع ورقي بيست. على كل حال ان شاء الله يجي تولي عندنا امكانيه ان نعمل شهر، لكن بلين عندك مش تعمل كليه غاديك اول شيء لسه ما عندناش. وإذا كان الطاقات موجودة باش نجمو نعينو الطلبة اللي يعملو في الدكتوراه باش يقريو هذيك. دونك الطاقات موجودة. ماشي قريب. نعملو الاستنا في مونريال. لا شوف علاش باس اللي الأساتذة عند الدكتوراه باش يقراو اللي ما يتعدى عندوش. هذا قانون كي يتنحى القانون هذا نقول لك ما يسالش. أما توا القانون مازال قايم مازال موجود أنه ما ينجم يولي قري في الجامعة بصفة رسمية. الا ما يكون منتدب من طرف لجنه الانتداب. الحاصل عندنا تو واش موجود تو عندنا في الجامعه؟ عندنا 48% من اللي يدرسوا في الجامعه تو هيك ماهمش رسميين. يعني كل واحد منهم 48%، كل واحد منهم مهدد في كل لحظه باش يقول من فضلك سمح ما تتفرج. كيما انا خدم 12 عام مساعد منتدب وبعد فوره برا وراح كان زميلك في الكارتون. احنا تو عندنا مساعدين منتدبين بالالاف، عندنا التكنولوج بالمئات، هذا هم مهددين الان بالخروج من الجامعه، هم يهزين الجامعه على كتف. والله الحل هذا كله انا نفكر فيه في الاصلاح، والحل هذا هي ميثاقات اللي حلها نظام بكري. احنا كنا في السبعينات كانت الجامعه فاقده برشا اطارات، لكن كنا كاساتذه منتدبين رسميا كنا نقروا في ضعف اضعاف مضاعفه الوقت نتاعي باش هزينا الجامعه ومشينا. أما بالله يجيب الإنسان تعمله عقل العام الأول والعام الثاني والعام الثالث والعام الرابع ياخذ في 1,200,000 وبعد يصبح بطال ما يكسب ياخذ حتى فرنك. ما أخلاقين ما تجيش، لأن نبحثوا لهم على حل. شوف في حل الناس هذول كيفاش مش حلوا مش في الجامعة. لا والله نفكر. جامعة الزيتونة جامعة الزيتونة إن شاء الله على خير بس ما يحضر يسكت كاسيس. شي هذا عنده نجم يجي لي عنو يفرض عليه. انا اكدك الشهاده، انا اكدك الشهاده مع الحكومه الحاليه هذا غير موجود بتاتا. والناس يشوفوا لنا اعانات ليس لهم لا اطماع استعماريه ولا اطماع سياسيه ولا هم يحزنون. ونحن نعاونوا على ذراعنا وعلى ولاد تونس قبل ما نعاونوا على اي طرف اخر حتى ولو اشقانا ولو احبابنا. قولي النائبة عن السي بي ار معناها لازم تكون على علم واش بجيت ما عندهاش كذا كذا. احنا كنا جايين 3 وزراء يا اخي، حتى لاخر لحظة كنا جايين 3 وزراء. انا
محمد عبد الهوم السي بي ا